لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني التونسي نظيره منتخب موريتانيا في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس أفريقيا بالكاميرون، وكان قد خسر المنتخب الوطني التونسي في الجولة الأولى ضد منتخب مالي بهدف دون مقابل، ويبحث عن الفوز في الجولة الثانية ضد منتخب موريتانيا. ويشار إلى أن المنتخب الوطني التونسي يتواجد في المجموعة السادسة إلى جانب المنتخب المالي ومنتخب موريتانيا بالإضافة لمنتخب غامبيا، وتقام المواجهة بين المنتخبين يوم الأحد 16 يناير انطلاقا من الساعة 5 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، وذلك في الجولة الثانية بدور المجموعات لكأس أفريقيا بالكاميرون. للإشارة المواجهة بين المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية.